بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى أعلنت بداية وانطلاقة الشوط التاسع والمخصص للحقائق الأبكار. المسافة هي 2 كيلومترات. نبدأ وإياكم برحلة موفقة ونشاهد هذه الانطلاقات والشعارات الحاضرة. بالبداية وبالمركز الأول عبهرة بشعار علي بن فهيد بن سعيد بن سلطان الحنيتم على البداية. وعلى المركز الأول نتابع وإياكم الأسماء القادمة والشعارات الحاضرة والمتواجدة. معالي على المركز الثاني بانطلاقة جار الله بن جابر بن جار الله بن جابر المري مع المركز الثاني. انطلاقة المركز الثالث حيث التواجد من قبل عسيلة نواف بن هادي بن حمد البريدي مع المركز الثالث تغير بدورها إلى المركز الثاني. المركز الرابع هنالك الانطلاقة والتواجد من قبل ذلك الاسم القادم سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور مع تواجد أمجاد مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس وصلت الآن وتواجدت في هذه اللحظات هي صيت بشعار هادي بن سالم بن محمد الفهيدة مع خامس المراكز. العودة وإياكم إلى البداية، العودة إلى المركز الأول لكي نتابع انطلاقة أمجاد على البداية. أمجاد على المركز الأول، سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور يتواجد على البداية، بن حنيتم مع المركز الثاني، بن قريع يتواجد، شعار محمد بن علي بن قريع. المركز الرابع شعار بن قطامي. المركز الخامس شعار بن جرحب. ولكن العودة إلى أمجاد، أمجاد بتلك الأمجاد المميزة، بتلك الأمجاد القوية والكبيرة، بشعار المكسور يتواجد على البداية. على المركز الأول سالم بن ناصر بن سالم المكسور المري يتواجد على البداية، يتقدم على المركز الأول من قبل هذه الانطلاقة الرائعة وتواجد ذلك الاسم المميز بعدما أن قدم لنا أسماء جميلة بيوم الأمس. هذا هو الآن يظهر بظهور الأبطال والأقوياء. المركز الثاني كان الحضور من قبل صيت هادي بن سالم بن محمد الفهيدة. المركز الثالث كان التواجد من قبل منحاف محمد بن علي بن حمد بن قريع. المركز الرابع تواجد شعار حمد بن علي بن صالح بن جرحب مع سيلة. المركز الخامس عبهرة علي بن فهيد بن سعيد بن سلطان الحنيتم. هكذا تابعنا وإياكم انطلاقة هذا الشوط وحضور الخمسة المراكز الأولى بمستوى مميز وبانطلاقة رائعة. نعود وإياكم إلى ملخص هذه الإعادة وهذه الانطلاقة وحضرة أمجاد بأمجادها وبشعار سالم بن ناصر المكسور المري. من قدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة وحضر بحضور أمجاد بالمركز الأول نتابع من خلال هذه اللحظات ومن خلال هذه الانطلاقة ومن خلال إعادة توقيت صاحبة المركز الأول. نعم 2:50 68 جزء من الثانية توقيت صاحبة المركز الأول. صاحبة المركز الثاني حضرت في هذه اللحظات بشعار هادي بن سالم بن محمد الفهيدة مع صيت 2:52 جزئين من الثانية. المركز الثالث فكانت منحاف محمد بن علي بن قريع 2:52 32 جزء من الثانية.